السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الحليم خليلي. اليوم أردت أن أجيب بعض الأسئلة التي وصلتني على صفحتي في الفيسبوك فيما يخص شد انتباه الطفل عبر الأي كونتاكت، هو التواصل البصري، عبر تشجيع على التواصل البصري، خاصة أطفال التوحد والذين يعانون من صعوبات تواصل مختلف وصعوبات حسية في التمييز الحسي. هنا سأقدم طريقة بسيطة سهلة نستعملها كثيرا في التعليم أو التدريب. الطريقة تعتمد على، يمكن استعمال ورق مقوى، أنا استعملت ورق عادي لسرعة لأني لا أملك الطريقة، لا أملك الوسيلة معي في البيت. يمكن استعمال ورق مقوى أو ممكن للاستمرار في مثل هذا العمل لمدة طويلة، يمكن استعمال لوح وقص اللوح بحجم معين، يمكن الحجم يكون أقل من هذا لكي يغطي العين ويغطي الفم. الأفضل هي لوحة تكون بالأسود، يمكن صبغها بالأسود حتى تعطينا نظرة جيدة وتبعد تأثير الألوان على الطفل. العملية تكون وفق، إذا كنت مثلا أريد أن أعمل التواصل البصري، فمثلا أنادي على الطفل باسمه، أستعمل مثلا اسمه محمد، محمد محمد. هنا التنبيه الصوت يأتي من الفم وهو منادات، لكن ما أريده هو التواصل البصري مع العين في العين. اللوحة أو الورق الذي أستعمله هنا يكون عندي أنا ليس عند الطفل، فهي وسيلة تابعة للأب والأم أو المعلم، هو الذي يكون لديه هذه الوسيلة. هذا فيما يخص تدعيم التواصل البصري. يمكن أن يكون أكثر من ذلك عبر قصص قصيرة، مثلا الفم لترديد الكلمات ثم توقف، مثلا لنقول مثلا أروي قصة معينة، ذهب مثلا كان العصفور فوق الشجرة، وأنظر إلى الطفل للتوقف لشد انتباه. لماذا؟ لأن الطفل عندما يكون متشوق مثلا لقصة أو لحديث وتوقف ذلك لبضع ثواني، تتركه ينتبه إليك، وبالتالي توجه النظر إلى العينين. فهذه الطريقة مثلا لاستعمال تواصل البصري عين مع العين، لأن الطفل يتعلم من الآخر، وبالتالي عندما نكثر مثل هذه التمارين فإن الطفل يتعلم كثير من هذه الطريقة. هذا فيما يخص التواصل البصري. الفيديو القادم سيكون عبر استعمال هذه الطريقة، هذا اللوح أو الكرتون أو الورق المقوى للتعليم وللتدريب الأطفال، خاصة التوحد أو الأطفال كما قلت الذين يعانون من صعوبات في التنظيم الحسي، خاصة بصري وسمعي. أتمنى أن تكون البداية لهذا الفيديو، سيكون حوالي، لا أعرف، سأضيف فيديو ثاني، وإذا كانت هناك أسئلة وتفسيرات ممكن أن أضيف عدة فيديوهات في هذا المضمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.